شلون ترجم التصريح السيد الوزير بشأن حصة المياه للمواطنين؟ هذه الأمور لربما بداية الصدمة لوضع المياه بالعراق. وضع المياه يمكن ناقشناه من منبرك ويا دكتور قصي قبل 4 سنوات، حتى من كان السيد عون مستشار صح، وجلسنا وحذرنا وكان هو من المحذرين في هذا الجانب. نعم. لكن النقاط اللي أشرت عليهن أنه الوزارة راح تضع جباية على الفلاحين، هذه معمول بها سابقا، لكن عندما كان الفلاح مدعوم بالأسمدة ومدعوم بالديزل ومدعوم بالكهرباء ومدعوم بالبذور، هذا كله عندما كان مدعوم وكان ينتج وكان يأخذ أيضا أسعار عالية، كانت تجر مساقات لا تشكل شيء بالنسبة للفلاح. مثل ما الموارد المائية هي مسؤولة عن المياه، أيضا وزارة الزراعة تأخذ إيجار على العقود الزراعية، وهكذا كعملية قانونية. لكن إحنا نحكي عن قوانين تبعثرت وضاعت وهدرت وأصبحنا في فوضى. واليوم حقيقة وزارة الموارد المائية اليوم عندنا تعريف خطأ للمياه. اليوم وزارة الموارد المائية هي جزء من العملية، هي عملية مسؤولة عن نقل المياه الخام. اليوم كل مستخدمي المياه هم من يديرون المياه، يعني أنا فلاح أستخدم المياه أنا مسؤول عن إدارته، أنا بالمي أستخدم كمستهلك، هذا كتعريف بالنسبة للمياه. لكن أنه هي وضعت نفسها بهالمتاهة الكبيرة، أولا تتحدث بالملف الخارجي، والملف الخارجي اليوم ملف المياه، اليوم حرب المياه، زيادة المواد البشرية، زيادة الطلب عن المياه وقلة العرض، الكوارث هذه اللي راح تصيب. لربما الآن أنت تنظر إلى شيء، تنظر إلى أحواض النهر وتقول هي جافة، تنظر إلى الخزانات وباعترافهم يقولون جافة، لكن هناك شيء أخطر لا يعلمه العراقيون. تعرف إحنا اليوم بدينا نستنفذ المياه الجوفية، هاي كارثة زين، والمشكلة هاي ما مرئية، الإعلام ما يشوفها، حتى المسؤول ما يشوفها ترى، ونعتمد على إجراءات وبيانات أصلا مو دقيقة وقديمة وغير صحيحة. وبدينا شلون مثل ما تقول هسه احنا انا من نستهلك، احنا كل سنه نفقد بحدود المتر من المياه الجوفيه، ومن الصعب تعويضها. احنا صح، المفروض بنسحب المياه الجوفيه، لازم اكو استدامه طبعا. احنا مثل ما قلت لك خلصنا الرصيد قمنا نسحب على المكشوف، وكم يوم مفلس، وين مودينا الجماعه؟ هسه هاي المشكله انه ظواهر طبيعيه وصناعيه، يعني هم بشريه وهم طبيعيه، ما يخالف، هم عندنا تغير مناخي بس انت، وهم عندنا ناس ما تخاف لا على المي ولا على الثروه ولا على الزراعه ولا على اي شيء. استاذ لحد الان يعني هذا الجفاف اللي 4 سنوات اللي وصلت احواض النهر ساحه للعب.